اهلا البنات، مرحبا بكم معاود في القناه ديالي. اليوم بغيت نطرق لواحد الموضوع كيوصلني بزاف في الانبوكس ديال لاباج ديالي فيسبوك اللي غنخلي لكم في لاباغ دافو بوغ الناس اللي ما كيعرفوش. كوم كوا عندي باج فيسبوك على موضوع ديال لي فوندوز اولا ديال لي باج فيسبوك اون جينيرال، يعني الناس اللي تيبيعوا دي برودوي سوغ فيسبوك. انا متاكده ان بزاف منكم غيكونوا ديجا شدارو دي كوموند عند دي فوندوز. ما غادي نقول حتى شي سميه في هاد لا فيديو لانني ما بغيت نجرح حتى شي واحد، وما بغيت نضيع البيزنس ديال حتى شي واحد، وما بغيت نعاير حتى شي واحد، وما بغيت ندير حتى شي حاجه. بغيت نعطي الراي ديالي حيت كيوصلوني دي زينبوكس، عطيني هاد لافوندوز اللي كتبيع هاد لو برودوي، بغيت شي واحد تدخل هاد البرودوي المغرب الى اخره الى اخره. يعني قلت بما انني غالبا سوا ما كنجاوب سوا كنعطي نفس السميات ديال لي فوندوز، هذا غادي يكون شويه ديال النفاق من جهتي. دونك قررت انني ندير اون فيديو كبيره على هادشي، وكنت ديجا بوستيت واحد لا فوتو في لاباج ديالي دونك فيسبوك فيها لي مشي ملي مشيت لواحد البلاصه اللي كيبيعوا فيها المكياج هنايا، صورت دي زاندوا، صورت دي تريك، و بانوا ليا ان لي بري كومباري لي باج فيسبوك لا علاقه. الوغ بون لي باج فيسبوك كما كتعرفوا سو سون دي في ولا دي غارسون ولا دي جون ان جينيرال اللي كيكونوا ساكنين على برا، ولا كيكونوا ساكنين في المغرب وعندهم شي واحد على برا كيصيفط لهم دي برودوي للمغرب، اولا كيديروا هما دي كوموند من عند دي مارك بحال سيفورا ولا بحال اولتا ولا بحال يعني دي سونتر ديال المكياج، وكيجيبوهم وبيان سور كيزيدوا لا كوميسيون ديالهم وكيبيعوا لكم لو برودوي ملي كيصيفطوا لكم بامانه، ولا كنتوا في لا ميم فيل كيديروا بعض المرات لا ليفريزون غراتويت الى اخره. انا لو كونسيبت ديال لي فوندوز فيسبوك عاجبني، ولو كونسيبت ديال لي باج عاجبني اون جينيرال. اللي ما عاجبنيش هما لي بري اللي كيديروا بالنسبه لهاد لي بري اللي كيديروا بالنسبه لهاد لو سيرفيس اللي اللي تو روند. مثلا كاين بعض المرات كيشريو دي في دي برودوي من عند لو سيت الي اكسبريس اولا من عند شي ان اولا من عند جميع داك لي سيت شينوا اللي كنت درت لهم لي ريفيو ديالهم، سيروا شوفوهم الا بغيتو. كاين اللي ما عندهمش دي كارت انترناسيونال، الوغ كو اونتر بارونتيز سهله بزاف ديروا اون كارت انترناسيونال. يسوفي يكون عندكم ان كونت بانكير، لو كونت بانكير باش تحلو خاصكم 20 درهم ولا 100 درهم، تحلو كونت بانكير قولوا لهم يديروا لكم كارت انترناسيونال. اي مواطن مغربي عنده الحق في اون كارت انترناسيونال باش يستعمل اوتور 10000 درهم في العام، يعني 10000 درهم في العام يمكن لك تشري بها اون ليني بلا ما تدوز من عند لي فوندوز ولا من عند اي حاجه. هادو بوغ لي سيت اللي كيصيفطوا لي برودوي للمغرب، يعني باغ اكزومبل الي اكسبريس بحال اللي قلت لكم، شي ان دريسي دريس غال نيو دريس، المهم هادوك لي سيت كاملين. باش نبدا دونك كلكم كتاخذوا لا كلكم خذوا لي كارت انترناسيونال باش زعما لي سيت بعدا اللي كيصيفطوا للمغرب غيصيفطوا لكم داكشي. ملي كتكريو البروفيل ديالكم في لي سيت في هاد لي سيت كيوصلكم داكشي حتى لباب الدار. الا ما كنتوش نتوما في الدار كتوصلكم واحد الورقه باش تمشيو تجيبوا داكشي من لا بوست. الا كان داكشي كيديباسي 500 درهم ولا اكثر كتمشيو تجيبوه من لا دوان، تقدروا تخلصوا عليه تقدروا ما تخلصوش. لي بوليتيك ديفير على حسب المدن، جو سي كو في الرباط الناس فريمون قباح وباس لينا دوك الناس وما كنحملوهمش، وزعما الا كانت شي وحده كتفرج فيا فريمون داك السيرفيس ديالكم لا علاقه في لا دوان ديال الرباط، هذيك اللي حداها في المدينه. بوغ لي زوطر فيل يعني سمعت غير في سلا وقنيطره داكشي كيكون شويه مزيان. الوغ دابا ندوزو لي برودوي اللي ما كاينينش في المغرب، ستادير بغيتي تشري من سيفورا ما عندكش كيفاش دير لا ليفريزون للمغرب. دي برودوي بحال ماشي غير سيفورا اولتا بحال اللي قلت لكم، المهم بزاف ديال لي شان هما كدوزو من عند لي فوندوز فيسبوك. انا كنقترح عليكم قبل ما تشريو من عند اي واحد في غالب الاحيان سيروا لجوجل وطابيو لو برودوي اللي بغيتو وديروا حداه بري ولا برايس ولا ثمن وشوفوا شحال كيسوا في لي سيت ديالهم باش تعرفوا، باش تعطيكم اون ايدي على لا كوميسيون اللي كتاخذ هذاك الشخص ولا هذاك الانسان اللي كيجيب لك هذاك لو برودوي. مثلا عندك لا باليت نايك 2 كدير 45 54 دولار، يعني 540 درهم نقولوا حيت الدولار دابا داير واحد 10 درهم، 540 درهم. الا كانت كتبيعها لا فوندوز حتى 600 درهم انا نشريها من عندها. ولكن شنو كيديروا لي فوندوز؟ كيبيعوا كياخذوا لا باليت هما كياخذوها، يعني ماشي بالغرو نقولوا حنا كياخذوها بثمن عالي من المكازان، يعني كياخذوها ب 5 و 54 دولار يعني 540 درهم، وكيجيو يبيعوها ب 700 درهم و 750 و 800 وما عرفتش فين غاديين. ما نساوش ان هذا مكياج وان فارا بوبيير مارون يقدر يكون في اي برودوي ديال المكياج، وان اون باليت تقدر تكون في اي بلاصه، وان هادشي كله سي دو ماركتينغ باش انك تشري واحد لاباليت من غير واحده اخرى. عليها انا اصلا جي كري هاد لو كونسيبت ديال انتي اليبا وانتي بنادم اللي انتي اليبا، يعني ماشي شي واحد انتي الناس اللي عندهم الفلوس ولا انتي الناس اللي لاباس عليهم، با دو تو. انا اللي عنده شي حاجه الله يزيدو، اللي ما عندوش الله يعطيه. انا غير كنهضر على الناس اللي انا فقط ما نشري باليت ديال 800 درهم، غادي نمشي لفلوغما غادي نشري باليت ب 60 درهم وغتكون حدا الدار، يعني غتكون شي حاجه اللي في مدينتي بلوتو في بلادي، وغادي نعاون هذوك الناس اللي دخلوا لا فرانشيز للمغرب بلا ما غنصدع راسي ونبقى نتسنى انا هاد لافوندوز تجيب ليا. ودي فوا كتخلصوا لافوندوز وما كيوصلكمش لي برودوي،
كاينه واحد لا باج اون بارتيكولي اللي كانت بلوكاتني سميتها ميمي ميك اب ام اي ام اي اسباس ميك اب و جو سوي سور كو غادي تفرج في لا فيديو ديالي حيت دو توت مانيير بلوكاتني حيت كتبت لها واحد كومونتير كتبيع واحد لا باليت ديال كونتورينغ من علي اكسبريس كدير 2 دولار ونص ولا 3 دولار والله ما كتب عليكم انا نخلي لكم لو ليان اون بار دانفو حتى هو تتبيعها ب 260 درهم وبنادم تيلايكي يعني 300 400 لايك ولي كومونتير مشايرين جو لافو جو لافو حتى انا بغيت صيفطيها ليا كيفاش كنديرو كيفاش هذا كيبقى فيا الحال ان بعض البنات ولا بعض الرجال اللي باغيين يوفخيو لعيالاتهم دي تروك كيمشيو يتصيدوا في حوايج بحال هكذا الوغ كو برودوي كيدير 40 درهم تشري انت ب 260 درهم هذه فريمون كنسميها انا شمته وما نرضاش انا راسي نشري شي حاجه اللي ما تسوى حتى جوج دريال نشريها انا ب 200 درهم يعني كيبقى فيا الحال اون جينيرال ما كنبغيش الناس يتقولبوا انا لو بوت ديال ماشين دائما كما كنقول لكم كندير دي توتوريال يعني بدي برودوي كيكونوا رخاص ودي برودوي كيكونوا مزيانين وعندي دي برودوي اللي حتى هما غاليين ولكن كاين بزاف ديال لي غوسامبلونس ما بيناتهم وما بين دي برودوي اللي رخص منهم في لو كوميرس دونك دابا نهضروا على علاش كيزيدوا هاد لو بري غادي يجيو عندي دي في لي كومونتير انا متاكده غادي يقولوا لي ولا وهما عندهم دي بروبليم او نيفو د لا دوان بحال اللي قلتي عاد دابا وما كيقدروش يدخلوا لي برودوي الى اخره الى اخره غنهضر في لو كا دي فوندوز اللي كيكون عندهم دي باج فيسبوك ويدخلوا هما براسهم المغرب باش كيبيعوا داك لي برودوي ما كاين حتى شي مشكل في هذا لان كتدخل بالمكياج ديالها في لافاليز ديالها كتجيبها للمغرب كتليفريها كترجع بحال لبلادها هذه ما كتزيد عليها حتى شي حاجه ديال لا دوان يعني لا دوان خاصه بالناس اللي كيشريو اون لين واللي ما كتصيفط لهمش داكشي للمغرب و سي امبوسيبل اون جينيرال يعني سوا شي واحد يصيفط لك سوا كتصيفطها بالكار سوا شي حاجه من هذا القبيل الوغ دابا غادي يقولوا لي وكيزيدوا عليهم لا كوميسيون ديالهم انا قلت لك لا كوميسيون ديالهم على حسب لو بري ديال البرودوي انا يزيدوا حتى 20 25 30% من ثمن البرودوي انا ناخذ من عندهم ما كاين حتى شي مشكل باش دوب ليا لو بري في 3 وفي 4 وفي 5 وفي 10 لا تو سامبلومون لا حيت حنا ماشي زعما حواله ولا بقر اللي غتجي انا تفلع عليا وتجي تقول لي ان برودوي انا عارفه شحال كيسوا تبيعوا لي بهذا الثمن علاش حيت عارفاني ما غنلقاش في المغرب وكتستافدي من هاد الفرصه باش انك تقول بيني ولا تقول بهذوك الناس اللي غادي يشريو انا بغيت غير لي الناس اللي متبعيني ولي زابوني ديالي وداكشي يكون عندهم فكره على شنو واقع في هذا العالم باش هكا تكونوا نتوما مزيانين وما تحسوش شي نهار بكم راسكم راكم مقلبين دابا نهضروا على السوجي الثاني اللي هو لي تاكس هاد الناس هادو اللي عندهم لي باج فيسبوك واللي عندهم لي فوندوز واللي كيبيعوا بالنوار الى اخره هادشي كله بيان سور داخل في لو مارشي نوار يعني ما كيخلصوا حتى شي تاكس البرودوي اللي كياخذوه كيخلصوا داك لا مارج اللي كيديروا راسهم يعني لو بينيفيس الربح اللي عندهم ربح تام ما كيخلصوا فيه حتى شي ضرائب حتى شي حاجه لانهم دايرين بيزنس فيسبوك كومباري لواحد اللي داير بارفيمري يعني بحال واحد داير بارفيمري من داك لي بارفيمري البلديين اللي كاينين العاديين يعني ماشي داك لي فرانشيز وهذا سو سون دي جون اللي كيبيعوا دي برودوي مدخلين عليهم لو تروك مخلصين لا باتون ديال داك الحانوت اللي كتمشي عنده يعني واحد الانسان اللي واخا غلى عليك شي شويه كتقول راه عنده مصاريف ديالو وحده اللي كتعيط لبنت عم ولد عمها وكتجيب البرودوي ديالها وتجيبو لهنايا وتتبيعو لك انت زايد والفلوس اللي شايطه تاخذهم كاملين عاوتاني هذه كلها تقوليبه يعني كيقول لك راهم ال روند سيرفيس وي بوتيتر كال روند سيرفيس ولكن عاوتاني كيربحوا بزاف ديال لا مارج هادشي اللي بغيت نوصل لكم في هاد لا فيديو بلا ما تلاحوا عليا بلي كومونتير الخايبين لتحت لانني انا بغيت نعطيكم الراي ديالي انا كنحترم الراي ديال كل وحده مختلفه معايا وغادي نخلي لي كومونتير ديال الناس اللي مختلفين معايا ولكن ما بغيتش السبان وبغيت دي زارغومون اللي يكونوا كومون دير بغيت واحد لي زارغومون اللي يكونوا يقنعوني واللي يقدروا يعني يستفد منهم الجميع يعني فوالا نتمنى ما نكونش نسيت حتى شي حاجه نتفكر فوالا دونك كنتمنى تكون هاد لا فيديو فاتكم حاولوا ديروا اون كارت انترناسيونال باش تشريو من لي سيت اللي كيصيفطوا للمغرب ما تنساوش ان اي برودوي ما كيدخلش للمغرب غادي يجي واحد النهار غادي يدخل هو ماشي ضروري يعني الا ما كانش عندك هذاك الغوج اللي بالضبط راك غادي تموت الاساسيات ديال الحياه راهم باينين هو تكون عندك بلاصه فين تبات هو تكون كتلبس وتكون كتاكل ملي يكون فيك الجوع تكون كتقدر تمشي للمدرسه تكون كتقدر ديبلاصا الى اخره هادو اساسيات الاساسيات الاخرين يمكن الناس يبتعد عندهم واخا لاشين كلها هي ماشي على الاساسيات يعني لاشين ديالي انا كامله على لابوتي ولا لو ستيل دو في وداكشي ولكن هي زعما انا كندير هاد لو جونغ دو فيديو باش الناس يحسوا براسهم حسن وباش اللي عنده داك الاساسيات ديجا متوفرين يقدر يدوز لحاجه اخرى ماشي انا نبقى نقطع راسي ونموت بالجوع باش نشري باليت ديال اوربن ديكاي سي ريديكول
سي ريديكول، وما بغيت حتى شي وحده تطيح في هذا الموقف، وما بغيت حتى شي وحده تقولب. وانا براسي ملي جيت دابا كنت في الخارج جا عندي بزاف البنات قالوا لي جيبوا لي جيب لي دي برودوي، الا مشيت نحتاج دي برودوي لهاد البنات ما غنزيد عليهم حتى شي حاجه، تو سامبلومون حيت انا ما بغيتش ندير منه بيزنس، ما بغيتش ندير بيزنس بالناس، ما بغيتش نتفل، ما بغيتش نستافد من لا نايفتي ديال الناس، ما بغيتش نستافد من البنات اللي كيتبعوني باش انني نبدا نجيب لهم دي برودوي ونقول لهم خلصوني ها تقدا تقدا تقدا، ما بغيتش ندخل في هذه المعمعه هذه. كل الناس اللي داخلين في هذه المعمعه هذه كنطلب منهم الله يخليكم، هذا واحد النصيحه، كنطلب منهم يديروا دي بري اللي هما مناسبين للبري ديال البرودوي، وإلا كنتو كتشريوه بالكرو صارحوا الناس ديالكم وبيعوا لهم بواحد الثمن مناسب، انا متاكده انكم غتبيعوا اكثر، وحتى مع الله غتكونوا مزيانين، لان الغش ما مزيانش، والشفره والكذب والكذوب ما مزيانش، الكذب ما مزيانش في اي حاله، وخاصه ما مزيانش باش كتكون كدير البيزنس مع الناس، لانهم هما كيثقوا فيك وكيثقوا في داك البرودوي اللي كتجيب لهم، وانت هي كتستافد من لا نايفتي ديالهم. يعني نتمنى تكون هاد لا فيديو ما حرجت حتى شي واحد، وما درتهاش انا باش نحرج شي واحد، وما درتهاش باش نجرح شي واحد، وما درتهاش باش نخرج على الناس ولا باش شي حاجه، درتها لانني كنحس بان كاين واحد لا ليغ ناسيونال في المغرب ديال الناس اللي كيبيعوا لي برودوي وكيجيبوهم للمغرب وكيزيدوا على الناس بزاف، والناس دابا ولاو باغيين يعيشوا بداك لو سيستيم ديال لي سوسيتي دو كونسوماسيون. يعني لي سوسيتي دو كونسوماسيون اون جينيرال راهم ما مزيانينش، كلهم عندهم دي كريز. يعني حنايا كنا كنعيشوا بواحد الطاقه، بواحد على حسب الطاقه ديالنا، ما نفوتوش هذيك الطاقه اللي حنا فيها. وفوالا نتمنى نكون نلت اعجابكم، ما نكونش ثقيله عليكم، ونتمنى ما تديزابوناوش حيت عطيتكم الراي ديالي، بحال ديما انا غنبقى نعطي الراي ديالي دو توت مانيير، ونتلاقاو ان شاء الله في الفيديو الجايه. سلامه.